قفز الدينار الجزائري في الأيام الأخيرة قفزة مفاجئة وتاريخية في التعاملات الرسمية البنكية وفي السوق السوداء للعملات، وهي الأولى من نوعها منذ عقد كامل. ووفق البيانات الرسمية لبنك الجزائر الحكومي، فقد وصلت قيمة الدينار الجزائري مساء الثلاثاء الماضي أمام الدولار الأمريكي إلى 140.40 ديناراً جزائرياً، في حين بلغت قيمة اليورو 140.41 ديناراً جزائرياً. واستناداً إلى مؤشرات الهيئة المالية الحكومية، فقد بدأت مؤشرات تحسن العملة الجزائرية أمام اليورو والدولار منذ السادس من سبتمبر أيلول الحالي، محققة مكاسب بستة دنانير مقارنة بالأشهر الأولى من هذا العام، في حين حددت موازنة 2022 قيمة الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي ب 149 ديناراً للدولار الواحد. الإذاعة الجزائرية الحكومية نقلت عن خبراء اقتصاديين أن الدينار الجزائري سجل ارتفاعاً بنسبة 12.5% خلال العام الحالي مقارنة ب 2021. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهد في أغسطس آب الماضي بدعم حكومي للدينار. في تصريحات لوسائل إعلام محلية، من دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة الدعم الذي ينوي البنك المركزي تقديمه للعملة المحلية،